ده طريق الملك خالد متجه ناحية صنبوخ كده الشمال، بس ده أنا طالع على الإشارة بتاعت الدرعية. هما عملوا فيها تعديل، فمش عارف تعديل غريب كده يعني، لغوا معرفش لغوا إشارات قطع إشارات قفلوا بتاع. فخلينا نشوف التعديل اللي عملوه جديد ده غريب يعني. أنا قلت فتح إشارة هناك في أول الشارع يبقى حطوا إشارة، يبقى دي هيلغوها ويخليها مباشر، لكن ما زالت الإشارة موجودة هنا. مش عارف يعني الإشارة دي ما زالت موجودة، وقفلوا الطريق من البداية هنا بطوب بلوكات أسمنتية. الطريق اللي جاي ده من الشرق الغرب كده مفتوح، العربيات مفتوحة اهي، واحنا بنقف الإشارة عادي زي الأول، وبعدين بنخش. ما فيش، قفلوا بقى الليل، قفلوا الجهة الشمال اللي بنمشي فيها وفتحوا لنا اليمين بس اللي هي اللي يعتبر المخالف لينا يعني. فخلينا نشوف الايه الوضع. والمقابل اللي هو جاي من اليمين ده بيقفل مع اللي جنبه اللي جاي من الشمال يعني. إشارة غريبة هنشوفها، بس فتحت هنمشي كده ونشوف واحدة واحدة. قافلين ببلوكات هنا اهو، قفلوا البلوكات، وده جاي المقابل جاي يمين بعد ما كان بيجي شمال، واحنا بقينا نمشي شمال بعد ما كنا بنجي يمين. واحنا عملوا لنا اشارة تانية قدام اهي، بس ايه فاتحة مع دي، والمقابل جاي فوق قدامنا وواقف اهو برضه. بعدين يرجع يمشي يمين هو واحنا شمال، بعدين نرجع نمشي شمال احنا ويعكس. فإشارة غريبة مش فاهم أنا، هل دي مؤقت لحد مثلا بيعملوا حاجة، ولا هي دي كده هتبقى دائمة يعني؟ مش فاهم. صور الإشارة والتعديل الجديد بتاعها، إشارة الدرعية مع الملك خالد. هو عمل إشارة هنا في الشارع هو الرئيسي، شارع الملك عبد العزيز الرئيسي، يبقى ماشيين هنا يمين والإشارة تفتح يمشي شمال. عشان تفتح مش، واحنا اللي يحود يمين يخش هنا في المجرى اللي ده، دول اهو يمين وداخلين شمال مش في المخالف. والمقابل يجي في الشمال ويقف وبعدين يرجع يمشي يمين. مش عارف ايه الهدف منها يعني. بيقولوا بتقلل الوقت، بالرغم كده اللي بيجي بيقف مرتين في الإشارة الأولى هناك وهنا. مش عارف، عملوا إشارة جوه في الشارع بعد ما كانت هنا في مفرق الطرق يعني، قفلوا الدنيا هنا. لحد الوقت أنا ما حسيتش بالميزة أو التعديل الجديد أو إيه الهدف منها يعني. هل تقليل الوقت في الإشارة؟ وشالوا كاميرات المراقبة، يمكن يركبوها تاني مش عارف. يعني كده صورت القناة الاتجاهين، لو حد يفيدنا هل ده افضل من ناحية المرور يعني والسيولة المرورية ولا ايه، هنشوف.